اهلا وسهلا بيكم في لقاء جديد ومختلف من تلفزيون اليوم السابع. مجموعه من الشباب، في منهم اللي بيدرس في كليه الهندسه وفي منهم اللي اتخرج، والحقيقه ان هم حولوا اغنيه اخواتي، اغنيه المهرجانات الشهيره لا شحت كاريكا، لاغنيه خليجيه بستايل خليجي كامل من ملابس وحركات، ويعني كل شيء في الاغنيه خليجي 100%. احنا عشان نعرف تفاصيل اكتر عن الاغنيه دي معانا، وعن الشباب كمان معانا، بينضم لنا في تلفزيون اليوم السابع الشباب اصحاب الاغنيه دي، امير وعوض وجهاد. اهلا بيكم معانا في تلفزيون اليوم السابع. اهلا وسهلا. يعني يمكن زي ما ذكرت ان انتوا خريجين كليه هندسه، في منكم اللي بيدرس وفي اللي اتخرج. عايزاكم في الاول تعرفوني بنفسكم اكتر وتقولوا لي يعني عندكم كام سنه وبتشتغلوا ايه. خلينا نبدا بامير. امير عبد الواحد، 25 سنه، انا المتخرج من هندسه قسم حاسبات ونظم تحكم، بس مش بشتغل بهندسه، بشتغل في الدعايه والاعلانات وبعمل حاجات زي الاغنيه دي كده والحاجات دي. طب ليه يعني سبت الهندسه وبدات تتجه للدعايه والاعلان؟ والله انا ممكن يعني لو انا في هندسه مش هبقى اشطر مهندس في الدنيا، بس انا في المجال اللي انا فيه انا مقتنع ان انا هنا هبقى نافع اكتر. انت بتعمل حاجه اللي بتحبها. بالظبط، هبقى اشطر يعني. طيب وعوض؟ عوض ابراهيم عوض. يعني انا لسه بدرس اخر سنه في كليه هندسه وعندي امتحان بكره. ربنا معاك. يا رب. يعني بس برضو ممكن زي امير شويه مش ناوي برضو اكمل في الهندسه قوي. طب هي كانت رغبتكم الاول ان انتوا تدخلوا الكليه ولا ايه اللي حصل؟ رغبتنا عادي، بس هي الفكره ان انت قعدت في الثانويه العامه وقعدت تذاكر ودخلت علمي رياضه. بس هو احنا كلنا بنشتغل مسرح، يعني ممثلين في المسرح، وتعرفنا على بعض اصلا في فرقه مسرح بتاعت كليه هندسه. يعني انتوا تعرفوا بعض من قد ايه؟ بقالكم كام سنه؟ سبع سنين. خمس سنين. عشان عوض اصغر مننا فلسه عارفنا من خمس سنين. انتوا ما تعرفوش بعض من الجامعه اصلا؟ من الجامعه ما نعرفش بعض. اول ما دخلنا الجامعه، يعني من اول ما دخلتوا الجامعه اتجهتوا للمسرح. احنا دخلنا في قسم هندسه. ومننا حبينا المسرح اكتر من الهندسه. بس يعني انا يمكن كنت بشتغل مسرح قبلها بشويه برضه، بس عامه حب الموضوع ده عامه والفن عامه يعني جه من فريق مسرح هندسه. اوكي طيب وجهاد ما عرفتنيش بنفسك؟ انا جهاد مصطفى، في رابعه فنون جميله قسم عماره، وعندي امتحان يوم الاربعاء برضو. انا كنت معاهم في هندسه، كنت مع امير في هندسه، وبعدين حولت فنون جميله اسكندريه عماره. فده فانت كنت عارفه من ايام ما كنت معاه في الجامعه قبل ما تحول. امير كان دفعتي اصلا. بالزبط. هو اتخرج ما شاء الله وانا ما اعرفش ايه اللي وقفني. مين فيكم اصلا اختار كلمات الاغنيه، ويعني مين صاحب الفكره اصلا، واتدربتوا عليها وقت قد ايه؟ هو الفكره امير الاول كان بيعمل فيديوهات للافلام المصريه، بيعمل لها دبلجه بالفصحى بتاعت الليمبي وحاجات كده. اوكي. فبعد كده جات لنا الفكره ان احنا طب ممكن بعد دبلجه الافلام نعمل دبلجه للاغاني، وخصوصا ان كنت بشتغل في هندسه صوتيه مؤخرا فتره الكورونا وكده، فده شجعنا اكتر ان احنا ندوس في حاجه زي كده. قعدت انا وهو نختار كذا حاجه، جربنا كذا حاجه لحد ما استقرينا على الاغنيه. يعني دي يعني جهاد وامير هم اصحاب الفكره. اوكي. وقعدنا كتبنا الكلمات بتاعت الاغنيه في يوم كده، ساعتين زمن، استقرينا على الاغنيه دي. بدانا الاول باول بيت، لقينا الموضوع نمشي في سكه الجاهليه البحته بقى، مش خليجي برضو عشان ده هو جاهلي. اللغه العربيه الفصحى اللي هي الغريبه، الشعر القديم بتاع عنتره والناس الحلوه. طيب يعني اشمعنى اللون ده برضو اللي اخترتوه؟ يعني كان في حاجات كتير جدا، اشمعنى دي تحديدا؟ هو احنا تحديدا كنا عايزين نعملها حاجه باللغه العربيه الفصحى عامه، فجت معانا ان احنا ابطال الجمهوريه بقت ابطال الجاهليه، وقلنا خلاص هنكمل في الجاهليه مع كل صفات الشعر الجاهلي بقى اللي احنا درسناه في ثانوي. برضو اللي كاتبين الكلمات؟ تمام. طيب يعني كان ليكوا تجارب قبل كده قبل الاغنيه دي في المسرح مثلا، كنتوا بتجربوا تعملوا حاجه شبيهه لده؟ هو احنا في المسرح عموما، يعني في مسرح هندسه بقى. لسه عوض هو اللي لسه فينا لحد دلوقتي، ممكن يقول لك عن المسرح شويه. لا هو المسرح يعني احنا كده بنجرب، يعني احنا احسن حاجه احنا شدتنا في المسرح اصلا ان هو بنطلع فيه طاقه، واحنا لقينا شغفنا في ده ولقينا بعض بقى، يعني فاحنا جربنا كل حاجه. يعني من المسرح ما بيبقاش فيه كسوف او كده، لا الواحد بيجرب بيطلع طاقته، جرب حاجه جديده وحاجه بتحبوها كمان. بالظبط. فمنها اتجهنا بقى للسوشيال ميديا شويه، نعمل فيديوهات دبلجه. امير بقى له فتره بيعمل فيديوهات على السوشيال ميديا كتير، عوض معايا تقريبا فيها كلها. يعني انتوا ناويين تكملوا في اللون ده من الفن عموما؟ وكل واحد بيطور نفسه. يعني امير يعني مثلا جهاد طور نفسه مثلا دلوقتي، هو بيعرف يشتغل ماسترنج وكده، هندسه صوتيه شاطر. انت كمان انت قلت لي ان انت اللي عامل الهندسه الصوتيه للاغنيه كمان. اوكي.
فهو كل واحد بيطور نفسه شويه يعني. في احنا ممكن نعتبر ان ده كارير شيفت خلاص، انت مش هترجع للهندسه تاني. نخلص بالنسبه لي يمكن بالنسبه لك انت عندك امتحان بكره. هي كمان فتره الكورونا دي ساعدتنا ان احنا يعني ما عادش في مسرح بشكل كبير، المسرح قليل قوي قل قوي، فاحنا اتجهنا ان احنا عايزين نعمل اي حاجه على الميديا، ان احنا على السوشيال ميديا بقى نعمل حاجات، ممكن نصور اغاني، نصور سكتشات صغيره، اي حاجه برده نطلع فيها الهوايات اللي عندنا. تمام. طب يعني اشمعنى برده الاغنيه دي تحديدا اللي اخترتوها؟ والله جت كده. انت حسيت ان هي اغنيه منتشره على الناس كلها بتحب تسمعها، فقلت نجرب. والقاع بتاعها كان لطيف وفيها كذا شخصيه بتغني، والكلمات بتاعتها برده هي الكلمات ماشينا معاها في الاول، بس لقينا ان احنا مش قادرين نحدد سياق معين او مش قادرين نترجم ترجمه حرفيه للكلام، فخدنا الموضوع بقى احنا وكملناه بصور من عندنا. كمان الاغنيه الاصليه مش فيها، هي ما فيهاش سياق واحد بس هو اللي ثابت طول الاغنيه، هو طول الوقت بيغير، فما بتفهميش هو الموضوع الاساسي ايه، انما احنا عندنا قمنا واخدين الموضوع كله واحد في بعضه، يعني هو كله نفس الموضوع، ما فيش ابيات منفصله عن بعضها. في نفس الوقت الموضوع مش طرب، يعني الموضوع في الاغنيه مش طربي بحت، فاحنا ما بنغنيش، احنا مش مغنيين، احنا مؤديين، فكان لازمنا حاجه تبقى بسيطه حلوه ودمها خفيف وقريبه للناس، الناس ما تنخدناش كمغنيين، لا يعني الموضوع ابسط من كده. هو ده المحتوى اللي بنقدمه عموما، اللي هو موضوع الكوميدي اللذيذ الخفيف. يعني لو انتوا هتكرروا التجربه تانية هتختاروا برضو حاجه تعتبر من اغاني المهرجانات او الشعبي، ولا ممكن بقى يعني تعملوا حاجه؟ لا عادي ممكن نعمل ده طرب كبير قوي. الموضوع كده هيوسع. اوكي. طيب خلونا نتكلم عن الكليب نفسه وتصويره كمان، يعني والملابس اللي اخترتوها، وكلموني عن الموضوع الهر اللي ظهرت في الكليب ده، احكوا لي الموضوع ازاي صورتوه، امتى، وخد منكم وقت قد ايه؟ التصوير كنا كلمنا احمد مكاوي، احمد مكاوي هو حد اصلا صاحبنا يعني، ودفع عوض كمان، وبرده يعني مهندس في كليه حاسبات، لكن هو مصور شاطر جدا ومعروف جامد على مستوى مصر يعني، حد شاطر جدا. فهو اول ما بعت له الاغنيه قلت له تيجي نصور دي، فعلى طول اللي هو قال لي تمام يلا ندوس، ومتطوعا يعني في الموضوع ده، ومنتج كمان الفيديو بعد ما خلص، كمان هو اللي منتج الفيديو، وفعلا هو من اهم العوامل اللي خلت الاغنيه يمكن معلمه مع الناس شويه او نجحت مع الناس، هو موضوع الفيديو. هو عامل شغل حلو قوي في الفيديو، اللي مختار المكان، وهو كمان اللي قال على المكان، وكان كمان معانا في الموضوع برده. احنا كنا خمسه، احنا الثلاثه ومكاوي مصور، وكان معانا محمود محسن. محمود محسن برده كان معانا ارت دايركتور، بيشوف الكادرات والحاجات والرقصات اللي ممكن نعملها والحاجات اللي زي دي. احنا كنا سته، كان معانا اهم عنصر من العنصر السادس هو الهره السعاده. كانت انا عايزاكم بقى تحكوا لي موضوع الهره ده. الهره والله احنا يعني هو يعني هم كانوا كاتبين في الكلمات الهره 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 في حركه مستمره، ولما جينا بقى قلنا هنصور فيديو كليب ونطلع، طب ما نجيب هره، محتاجين هره. انا عندي قطه بس في اليوم ده يعني القطه كانت تعبانه وبتاع، ف استعنا بهره اسكندنافيه. عملنا كاستنج وناس. طب واخدتوا وقت قد ايه بقى تتدربوا علشان يعني معاكم برده هره في الكليب، واخدتوا وقت قد ايه؟ يعني كانت لطيفه قوي. لا الهره كانت لطيفه جدا. يعني انا بالنسبه لي بخاف الاوضه، بالنسبه لي الموضوع كبير وضخم. هو عوض كمان عشان بيربي اوضه. انا كنت متحكم فيها وهي كانت يعني هاديه، كنت ماسكها طول الكليب. قادره تتفاهم معايا يعني. ده كنت لابس ازرق في الكليب صح؟ هو ما كانش ازرق بالمناسبه، وده تصريح ناري. والله ده سيريو زعل قوي. هو كان لون غريب، كان لون اخضر بقى، هو كان اخضر وما كانش لايق على بعضه، وكنت اوحش طقم، وكنا معتبرين معوض عبد القبيله اللي هو ده يعني ده بيجيب لنا الشاي. فلما الموضوع اتلون بقيت اشيك واحد في التلوين، بقى اشيك واحد في القبيله، بقى شيخ القبيله. هي الاغنيه يعني انتشرت بشكل واسع وكبير جدا على السوشيال ميديا، انتوا كنتوا متوقعين اصلا النجاح ده؟ يعني مش متوقعين انها هتسمع شويه، وان انها كاتشي شويه، والكلام غريب شويه، فممكن يجيب كونتراست، ده بيعمل جذب للناس اكتر، والناس بتحبه، وبيعمل كوميديا اكتر. بس يعني انا شايف التفاعل معاها كان اكتر من اللي احنا متوقعينه الحمد لله. هي يعني يمكن اغاني المهرجانات يمكن اكتر حاجه بتبقى فيها كده اراء ما بين مؤيد ومعارض، في دايما فيها كده نوع من انواع ايه، في ناس بتايدها وبتحب تسمعها وناس لا، فانتوا ما حسيتوش ان ده ممكن يكون ريسك او ياثر على نجاح الاغنيه بالنسبه لكم؟ الناس ما خدتش الموضوع برضو على انه مهرجان بشكل عام يعني، لا هو في فكره وفي مكاريتين حاجه وبتاع، فالناس اللي ما بيحبش المهرجان عادي حب الموضوع، ان طب والله كويس عامل حاجه جديده بالظبط. فهي الموضوع ما اتاخدش على انه مهرجان بس، وما اتاخدش برضو على انه فكره جديده، الناس اللي بتحب المهرجانات تمام اتبسطت، الناس اللي عايزه تشوف فكره اتبسطت،
والناس بقى اللي ما لهاش في حاجه خالص. هو في النهايه عمل كوميدي اتصاغ في الاطار بتاع المهرجان، لكن هو مش مهرجان يعني. طب ويعني راي صحابكم واهلكم كان ايه بعد ما الاغنيه انتشرت كده، والتعليقات اللي جات لكم كانت عباره عن ايه؟ مفيش تعليقات سلبيه خالص. ايوه اهم حاجه الثقه في النفس دي. انا لا لا بجد الناس كلها كانت مبسوطه فعلا الحمد لله يعني، واهالينا كانوا مبسوطين جدا يعني. طب خلاص يلا سمعونا الاغنيه بقى. نسمعكم الاغنيه طرب يعني. قلنا ايه؟ تمام. اعفاء المقام مقام. احنا كنا بنقول ايه؟ عد بقى عد بقى 1 2 3 يلا. كلام عيني في مش طرف نغني. طيب ماشي. طب لو عايز تغني حاجه غير الاغنيه دي انا معايا. لا 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 ده احنا بنهر. هتغني حاجه ثانيه بقى بعد. ماشي يلا. ابطال الجاهليه فاقوا حد العالميه، جاؤوا بفكره شيطانيه بانشودات عصري، لدنا بالفراري سويه بعد غزوات قويه، هرات الاسكتلنديه قادت ضجعه مستلقي. والله لقد حلت اهله، تالله لقد نزلت سهله، فلتس رعفت جمع ينادي فضلا فلتتريث مهلا. اين الدف واين البوق؟ اطربني طبلا مطروق، اطعمنا من هذه النوق والباقي سوقه الى السوق. زدني بصحنك يا ساقي، نختمر انا ورفاقي، فلقد لاعت اشواقي، علني اجد ترياقي. ترياقي ترياقي يا ساقي يا ساقي. ترياقي ترياقي يا ساقي. مهجاتي في الضلوع تبتسم في ابتهاجي، فأنا رجل قانوع لا أبغي غير الزواج. فالزيجة مطلب إنساني، والله إن القلب يعاني، لا أكترث لمن ينساني، لن أدعو إلا خلاني خلاني خلاني. طب ليه كملوا بجد؟ برافو يا حلوة جدا. هتكملوا ممكن نشوف ليكوا يعني تجارب تانية. والله انا وخلاني كنا قاعدين النهارده بنتناقش في هذا الموضوع، فربنا يسهل يعني. احنا بندور فعلا على حاجه دلوقتي ممكن نعملها تبقى ظريفه يعني، نستغل بيها شويه او نستثمر نجاح الاغنيه دي شويه يعني، لو قلنا انها نجحت يعني. اما نجتمع تاني، بس الفكره ان احنا مش عارفين نجتمع، عشان زي ما بقول لك هو في اسكندريه وانا بامتحن وهو فاضي طبعا يعني. والله انتوا جمعتونا من غير ميعاد خالص. هم نجمع يعني، احنا محددين من اليوم ده عشان نتجمع بقالنا فتره يعني. طيب بتحبوا مين تاني من الفنانين، او مين بتحسوه قدوه بالنسبه لكم؟ فنان احمد سقا. انكم بتحبوه ده اجابته حاضره على طول كده، ما كملتش السؤال. قولا واحدا. عارفه احمد فهمي في سمير وشهير وبهير؟ هو ده اللي بيروح الجامعه بالحصار. بالنسبه للاغاني بالنسبه للاغاني فنان احمد السقا في كريس كريس احمد شهر. والله في كتير عامه، اصل هو احنا اذواقنا عامه متنوعه يعني، مفيش حد له حاجه معينه اللي هو ده. وبعدين بنسمع حاجات كتير. طيب انتوا جربتوا الاغاني، ممكن تمثلوا ما انكم في المسرح؟ بنمثل. انا اصلا بمثل، ده الاساس. ليه كده؟ يعني ممكن مثلا تحبوا تعملوا ايه غير انكم تغنوا؟ تعملوا ايه تاني الفتره الجايه؟ والله بيبقى في افكار كتير، لكن برضو بيحجمها برضو الى حد ما الامكانيات، لان احنا في النهايه ماشي اوكي ممثلين وبنكتب كمان يعني. حتى عوض بيكتب، مؤلف مسرح شاطر قوي، وانا برضو على قد كده برضو بكتب اغاني ومسرح ودراما وحاجات كده. بس الفكره ان هو مش كل الافكار بنقدر ان احنا نعملها، يبقى عندنا الامكانيات ان احنا نعملها بالشكل اللي احنا شايفين ان هو ممكن يبقى كويس قدام الناس. يعني ممكن حاجه خفيفه زي الاغنيه دي او حاجات تانية صغيره كده ممكن نقدر ان احنا نطلعها بشكل زي اللي في دماغنا فتجيب حاجه مع الناس. لكن في حاجات تانية عشان نمثل تمثيل بقى زي اللي احنا عايزينه، زي اللي احنا بنمثله في المسرح، بنبقى محتاجين امكانيات اكبر طبعا وحاجات زي كده. فبنناشد الساده المسؤولين ان هم يعني ينظروا لنا. ان شاء الله نخلص دراسه ونشوف بقى ايه. نشوف الساده المسؤولين. ربنا يوفقكم ان شاء الله. طيب بالنسبه لجهاد، انت قلت لي ان انت كمان مشارك في التكنيك بتاع الصوت، انت بتحب ايه اكتر؟ بتحب يعني فكره الهندسه الصوتيه ولا المسرح والفن؟ يعني حابب تكمل في ايه؟ خصوصا انت لسه كمان في فنون جميله. والله موضوع اكمل في ايه ده لحد دلوقتي مش محسوم قوي، لان انا يعني كل دي هوايات او حاجات انا بحب اعملها، حاجات انا عندي شغف بيها يعني. حوار الهندسه الصوتيه ده اصلا يعني هو بدا حرفيا فتره الكورونا اللي فاتت، السنه اللي فاتت دي. بس انت اتعلمته ازاي يعني؟ في البيت مع نفسك يوتيوب كده وعشت حياتك. هو من خلال اعتقد خبره الممارسه. احنا عملنا فيلم مؤخرا، دبلجنا فيلم كده تبع سلسله توي ستوري بتاعت ديزني، دبلجنا فيلم هو ما كانش الدبلج قبل كده، عملناه وعملنا له عروض في كذا محافظه وحاجات كده. فاحنا عامه بنحب موضوع الدبلاج ودبلاج الانيميشن والكرتون والحاجات دي، وجهاد كان هو مهندس الصوت بتاع الفيلم، فكمان هو متهيألي التجربه دي تحديدا هو اتعلم فيها كتير كمان بالنسبه لموضوع هندسه الصوت. هو دلوقتي شاطر يعني، بس ما شاء الله عليه، هو اللي عامل الشغل الميكسنج والماسترنج بتاع الاغنيه. حلوه جدا. طيب اوكي، يعني في النهايه قولوا لي كل واحد فيكم بيتمنى ايه الفتره الجايه. خلينا نبدا من جهاد. انا عايز انجح. عايز انجح. هو شكل امتحاناته اثر عليك.
وامير عايزنا ننجح. اه والله هو امير عايز ننجح عشان نقعد معاه بقى نقعد عشان نعمل بقى حاجه يعني هو الهدف الاساسي دلوقتي ان احنا ننجح بقى السنه دي كده ونتخرج بقى ايه ونفضى بقى تتخرجوا على خير نفضى بقى ونقعد بقى والله يعني اه لو فضيت يعني ناويين على ايه برضو يعني بتفكروا في ايه بعد التخرج؟ والله في جيش بقى لا انا برضو لا لسه الموضوع كله بقى بما انك خلصت وفاضي اه يعني ممكن اكلمك عايز تعمل ايه الفتره دي؟ انا نفسي انجحوا يعني ده انا عارفه المؤازره دي خلص جيش اه لا يعني احنا عامه نفسنا نعمل اللي احنا بنحبه يعني نفسنا نمارس الهوايات اللي احنا بنحبها وال يعني لو اللي هنقدر نقول اللي بنقدمه ده فن فنفسي ان احنا نكمل فيه وناخد خطوات جاده فيه ويبقى لنا فرص كويسه ونقدر نوصل اللي احنا بنعمله ده للناس بشكل الناس تحبه يعني بس ونبقى خفاف على الناس كده يعني ان شاء الله ومحدش يعني يبقى واحنا في الاول وفي الاخر بنعمل حاجه ممتعه لينا وبنحاول تكون ممتعه للناس اهم حاجه تكون اصلا بتحب اللي انت بتعمله عشان تقدر توصله للناس هو ده بالظبط اللي احنا بنحاول نعمله طيب قبل ما نختم بقى انا عايزاكم كده نختم اللقاء باغنيه يعني يا ريت تشتركوا في اغنيه وتغنوا اي اغنيه اي حاجه انت عايزها عامه انتوا حبيتوا صوتنا اه تمام ماشي من غير ما نتفق على حاجه يعني هي الاغنيه المفضله اللي بسمعها اليومين دول يلا كلام عيني في الغرام احلام الاغاني من كلمتين من سلام ببقى حد تاني لما يميل قلب انا وياه يميل تفدي عيوني عمري كله مش قليل وليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي من غرام وليلي طال حبيب سنيني بيني وبيني يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال خمسة متر عادي برافو بجد صوتكم حلو جدا انا سعيدة جدا بلقائي معاكم النهاردة وبتمنى لكم كل النجاح والتوفيق وان شاء الله هننتظر منكم مزيد من النجاح الفترة الجاية وربنا معاكم في الامتحانات ربنا معاكم في امتحان بكرة بشكركم شكرا جزيلا وكده نكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية اللقاء وانتظرونا في تغطيات ومتابعات جديدة على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا لكم والى اللقاء